عملية إنتاج سلعة أو خدمة بدءاً من كونها فكرة وصولاً لوصولها للمستهلك. نستهدف في هذه المشروع عدة شرائح في هذا المجتمع، وينفذ هذا المشروع من قبل الإغاثة الزراعية بالشراكة مع مؤسسة أوكسفام وبالتمويل من التعاون البلجيكي، وبلجيكا في شريكة في التنمية. نستهدف عدة محافظات في هذا المشروع وهي جنين وطوباس وقلقيلية وطول كرم، وأيضا ينفذ هذا المشروع في قطاع غزة، حيث نستهدف سلسلة القيمة في قطاع الخضروات الطازجة لتصبح أكثر عدالة وشمولية لقطاع النساء والشباب، ويصبح هناك في انتقال تنموي واستدامة في السلسلة القيمة بشكل مباشر أو غير مباشر. نستهدف في هذا المشروع من خلال عدة أنشطة. النشاط الذي ينفذ اليوم في مدينة طول كرم وهو عبارة عن ورشة توعوية لدى القطاع الخاص، والذي نعتبره في هذا المشروع كمحرك أساسي في التنمية الاقتصادية لعرض الأفكار والمقترحات التي لديهم، التي يمكن أن تعزز مشاركة النساء وأيضا الشباب في هذا القطاع. ونتمنى أن تكون مخرجات هذه الورشة بأفكار ومشاريع ريادية يمكن أن يستثمر بها القطاع الخاص لتعزيز صمود المزارع وتعزيز مستوى الدخل لدى المزارعين. اليوم احنا جينا على الورشة التوعوية حول شمولية قطاع الخضروات الطازجة للنساء والشباب. هدف هذه الندوة إدماج القطاع الخاص مع المزارعين من النساء والشباب من أجل تحسين سلسلة القيمة من خلال مبادرات أو أفكار أو مشاريع ريادية. إحنا اليوم هنا بنتشكر المنظمين لهذه الندوة والورشة، وبنتمنى أنه يتم الاهتمام بهذه الورشة على أعلى المستويات. وطبعا الشكر الجزيل للإغاثة الزراعية ومؤسسة أوكسفام ووزارة الزراعة.